ميسان، فقرتنا التالية كتير حلوة وكتير بتهم كتير من الأشخاص. العديد من الأشخاص بيعانوا من شيء اسمه وسواس، وممكن تكون مخاوف أو نمط تفكير أو عفوا أو عادة بكررها بطريقة مانا معقولة ومانا طبيعية. لكن المشكلة الكبيرة إنه التصرفات والسلوكيات القهرية بتتداخل مع الأنشطة اليومية وبتسبب الإزعاج الشديد. شو هو الوسواس القهري وشو هو أسبابه؟ ورح نحكي أكثر عن تفاصيل الوسواس والرهاب والفوبيات مع الدكتور راغد هارون، أخصائي نفسي. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا صباح وسهلا الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك دكتور. مثل ما قالت لا يعني هذا الموضوع عن جد بهم كل العالم، الناس تعرف وتفرق بين عدة مواضيع، وخصوصا موضوع الوسواس. امتى الواحد بيعرف انه هو عنده وسواس ولازم علاج؟ فعلا هو موضوع مهم، تحديدا الوسواس، لانه الاعاقه اللي بيسببها كبيره، والفتره العمريه اللي بيظهر فيها مبكره بعمر المراهقه. يعني بالعمر يلي الشاب بيكون عم ينجز، بده يتعلم او بده يشتغل، وبالتالي الوسواس بيعيقه حقيقة على الإنجاز. الوسواس هي كلمة أحيانا نطلقها بشكل شائع، ولكن كتعريف هي فكرة أو صورة تنفرض على دماغ المريض رغم قناعته بسخافة الفكرة بنفذها. مثال، سكرت الباب ولا ما سكرته بيته بالطابق الخامس، ممكن يقضي 4 ساعات طالع يتأكد من الباب لدرجة بيكره المشاوير لهالدرجة. طب ليش عم تطلع؟ بيقول لك مو بإيدي. نقطة كثير مهمة نشرح للمحيطين بالمريض انه فعلا لا إرادي هذا التصرف. طفينا تحت الغاز او ما طفينا، طفينا القنينة ولا ما طفينا، نحن عندنا وسواس، بصمنا ولا ما بصمنا، كمان يمكن نرجع من نص الطريق بصمنا ولا نسينا نبصم. هلا اذا رجعتوا بصمتوا مرة ثانية بيصير بتروح المشكلة؟ لا بتروح علينا البصمة. بصير تخريج. تمام دكتور. يعني نحن عم نذكر جملة أو كلمة مريض، صحيح أنه نحن نصنف هي الحالة بمرض ولا أنه هي سلوك؟ للأمانة هي طالما أنه سلوك غير إرادي فهو اضطراب، وطالما أنه عم يسبب معيارين أساسيين بالكريتيريا بالمعايير المشخص فيهم الوسواس القهري، وهن هالمعيارين هن السوشيال اند فانكشن امبيرمنت، يعني الفشل الوظيفي والاجتماعي. مريض الوسواس بيوصل لمرحله بيفشل اجتماعيا، بيفشل وظيفيا، بعمله، بمدرسته، بانجاز اي شيء. يعني ممكن الطالب يقضي ساعتين عم يحط كتاب قبل كتاب لانه ترتيب. موضوع الترتيب. عم يشلح الكنزه ويرجع يلبسها بطريقه وسواسية أو بطريقة معينة لحتى ما يصيبه مكروه، لأنه هيك بيكون عم يقول له الوسواس داخل راسه أنه إذا لبست بهالطريقة بده يصير شيء، أو بدك تفشل بالامتحان. لذلك من طرق العلاج هو تحدي هالأفكار القهرية، وأنه ننفذها ونتحداها، ما نؤمن بصحتها من منطلق أنه معرفتنا بالمرض. لذلك لازم يكون عنده سايكو اديوكيشن، ثقافة نفسية عن المرض، وهي مهمة أيضا الطبيب من أجل أنه يعرف كيف يتحدى هالأعراض. طيب دكتور، في إحدى السيدات كنت جالسة معها قالت لي أنا عندي وسواس النظافة. صحيح. هذا يعني هي مدركة لموضوع أنه هي عندها نظافة زايدة، يمكن بتقلي أنه ما في داعي لإلها. طيب هو الشخص مدرك أنه هو عنده هذا الوسواس، كيف بده يتحدى نفسه؟ يعني هو ما قادر يخطي خطوة باتجاه أنه يرجع للشيء الطبيعي. صحيح، سؤال مهم. كتار بيقولوا كلمة وسواس النظافة، وللأمانة وسواس النظافة هو شائع. من أشيع أنواع الوساوس أو الأكت التصرفات القهرية. كتير من الأشخاص بيقولوا عندي وسواس، ولكن بيكون مستوى النظافة عادي، يعني الموضوع مو مشكل مشكلة، أنا بحب النظافة وكمية الوقت اللي عم يصرفها معقولة، هذا ما هو وسواس. لأنه قلنا لما بده يكون وسواس بده يكون التصرف
غير مقبول بالنسبة له، عم يلاقيه سخيف انه ارجع غسل ايدي 20-30 مرة بعد ما اطلع من الحمام، مرة واحدة كافية يعني، مرتين مقبول او هيك يكون الحمام. قاعد هيك صفنان فجأة ست البيت هيك صفنانة انه في هنيك شيء على الارض وما بيكون في شيء تتخيل انه تعمل نفضل البيت كله ووقت بتتعب زوجة وبتتعب الاولاد وبيطلعوا برا البيت لبين ما يتخلص نفض البيت وبيقضوا حياتهم بالشوارع بسبب تنظيف البيت. فالوسواس بده يكون فعلا هو عمل مزعج للشخص. هلأ كيف بده يتحدى الموضوع؟ أكيد هونس فينا بالعلاج مشان يعرف ويعرف كل المحيطين ما بإمكانه بإيده أنه يدبر الموضوع أبدا. العلاج بده علاج دوائي ليساعده على التخفيف من أو إنهاء أحيانا إذا كانت حالات خفيفة متوسطة إنهاء التفكير نهائيا بالأفكار الوسواسية، يعني بيكون فجأة عم يغسل 30 مرة بعد علاج أسبوع أسبوعين، طبعا العلاج طويل ولكن بعد أسبوعين من العلاج الدوائي بتلاقي صار يغسل مرة واحدة ورجع طبيعي وما عادت هالأفكار انفرضت على دماغه. نعم دكتور، خلينا نروح شوي على الشارع السوري ونسمع هيك بعض آراء المواطنين مفهومهم للوسواس وشو أكثر وسواسة يمكن منتشر بين الناس. خلينا نروح ونتابع. مثلا من ناحيه النظافه يعني واحد يوسوس يعني دائما يشتغل يعني ما بيشبع انه خلص ننظف هيك واحد يقعد. لا النظافه يعني هذا اكثر شيء منتشر عندنا بالمجتمع، يعني انه كيف بدنا نعالج هذا الشيء يعني النظافه، وهذا الشيء اكيد ما له صحيح يعني. ففي شغلات لازم مو كثير نتنظف عليها لانه في شغلات بيحتاجها الجسم بالحياه الطبيعيه يعني، لانه في عالم كثير بتدقق انه مثلا على الليبره بتدقق انه لازم يكون كل شيء منظم ونظيفه تمام. انه كيف فيني خفف حده هذا الوسواس؟ عندي وسواس انه هيك شك يعني شك حواليه بعدين الحمد لله راح. انه شلون بده يروح حاله الشك في احيانا اذا بشك بالناس شك اللي حواليه هيك بس معينه البسه كذا تشكير كذا لا بحسها ضروري انه يكون الواحد موسوس على بشكيره وعلى قطعته وعلى مشطه وعلى كذا. ما بتحس انه هي مرض؟ لا مو مرض. بتسأل لطبيب نفسي شو ممكن تسأله؟ بسأل طبيب انه اذا مرض ما بظن لازم الواحد يتعالج منه، لانه اذا بشكير واحد لعده اشخاص هذا المرض. يعني تابعنا واكثر الناس كانوا عم يقولوا مثل ما نحن كنا عم نحكي قبل الاستطلاع عن موضوع النظافه، هذا الاستطلاع الوسواس الاكثر شيوعا فعلا هو الاشياء. لكن في مفاهيم كثير بتتضارب مع موضوع الوسواس، اللي منها مثلا انه في ناس بتقول انه انا عندي دائما وسواس اني رح افشل ما رح انجح، هل هذا هو وسواس؟ تماما، هي افكار ولكن ليست افكار مفروضه، هذا من سميه قلق. معظم الطلاب معظمهم عندهم شيء اسمه قلق الامتحان. البعض منهم بيوصل لمرحلة شدة القلق بتعيقه عن التركيز وبالتالي بتعيق الذاكرة على الاحتفاظ بالمعلومات. إذا ما في تركيز ما في ميموري، ما في ذاكرة أبدا. لذلك هون من نعالجهم من أجل تخفيف حدة القلق لا بل إنهائه. أما إذا كان بكمية خفيفة بتحفز الطالب على أنه يدرس بشكل أكثر ويشد الهمة أثناء الامتحان فهو قلق مفيد ومناسب. نعم. فإذا في فرق بين القلق والوسواس. القلق هي فكرة سليمة صحيحة، أنا خايف من شيء فعلا بده يحدث، ماني عم أتهيأ شيء، عم يتهيأ لي شيء. هون الفكرة سخيفة
سخيفة وعم اضطر اني طبقها. طيب دكتور، مثلا انا بخاف اذا حدا قرب من البلكون، بخاف، او خاصة اذا بيبي صغير او ولد صغير بخاف، بصرخ، بصير ما بعرف. طب هل هي حالة مرضية ولا انه لا؟ يعني انه انا فيني اقرب، انا فيني حدا كبير شوفه عم يقرب، بس مثلا طفل صغير اذا قرب بصير هيك ما بعرف شو، بعد بتخيل. هل هذا الشيء اسمه وسواس ولا هذا الشيء انه كل الناس يمكن عندها شيء مشكله بي 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 بالشيء بالحياه بنقطه معينه؟ يعني تماما. يعني بس انا لهلا يعني لهلا بس بدي صنفه انه هو، هل هو مرض، وايمت بنقول انه عنه مرض، وايمت وشو هي الحالات يلي بنقول انه هل هذا وسواس؟ تماما. بالنسبة لخوف، خوفك من طفل مرتفعات، طفل أو المرتفعات، هلأ ممكن جدا يكون خوفك بمحله. البرندة صغيرة فعلا لازم يكون منتبهين، هذا بمحله، ونحن من خلال هذا الخوف بنحافظ على الأطفال. لولا ما أنه موجود كنا بحالة استهتار، وممكن يقع الطفل. صحيح. ما بيقدرك. أما إذا كان محصن المكان بس أنا عم خاف بشكل كتير كبير، قد يكون عندي رهاب المرتفعات وبالتالي عم أعكسه على الآخرين. رهاب يعني رهاب المرتفعات هو نفسه رهاب الحيوانات أيضا، من صنف رهاب بالرهابات بالفوبيات. تصنف نعم بالرهابات. رهاب الحيوانات أيضا، الارتكاس الغير طبيعي بالنسبة للحيوانات، حتى تخيلها أو حتى رؤيتها على التلفزيون ممكن أنه تخلي ينفعل بشكل غير طبيعي. يعني قدرنا نميز بين الوسواس، الرهاب، القلق، وكل واحد منهم. طيب إذا عرفنا أنه شخص عنده موضوع من الوسواس، نحن كيف نتعامل معه؟ يعني هل نحن لازم ننتقده لحتى يعدل سلوكه، أو لازم العكس نسايره نساعده لحتى هو يترك هذا الموضوع؟ كيف الآلية التعامل مع شخص عندنا بالبيت عنده وسواس؟ صحيح. يعني الحديث ممكن يكون موجه لمعظم الأمهات، باعتبار الأم هي أهم شخص بالبيت وهي أقرب شخص لأولادها. ممكن تلاحظ على سلوكه التكرارية الغير منطقية، عم يشلح ويلبس كتير، عم يرتب هاد الكتاب قبل هاد الكتاب، وبيضب شنتايته أيضا في عنده طريقة، حتى خلصة. إذا مشي على الرصيف بلاطة بيترك بلاطة وبيدعس على اللي بعده. إذا يعني السلوك رتيب دائما بيتبعه لحتى يكون مرتاح. نعم. بهي الحالة من الهام جدا أن الأم تتحاور مع طفلة، وطبعا هو إلنا بعمر المراهقة غالبا بيبدأ مع بدايات متأخرة أحيانا بالخمسة وثلاثين أو أربعين سنة، وهناك ممكن. وهناك وسواس ردي المنشأ نتيجة سقوط أو طلق ناري بالمادة الدباغية أو غيرها من الردود على الرأس. ضروري نتحاور معه، نحاول نتفهمه ليش هيك عم يعمل، نحاول نقنعه أنه نحن قادرين نساعدك إذا هالشي زعجك، وحتما بيكون هالشي زعجه بصراحة. نعم. ولكن هو ما نعرفان ليش هيك عم يعمل، وهل هناك حل أم لا. فضروري تكون مقاربة سليمة معه، ضروري نسمعه وفورا نراجع المختص بهذا الموضوع، لأنه أيضا مقاربته رح تكون أدق وتشخيصه أسرع، ونبدأ بالعلاج اللي هو دوائي ونفسي. تماما. دكتور، يمكن موضوعنا كثير مهم، ويمكن دقائق ما بتكفي، نحن بحاجة إلى حلقات تانية نحكي عنه. ولكن قبل ما نختم، خليني أحكي عن فكرة الأخصائي النفسي. قديش مهم أنه كل الناس يلجأوا لهذا الشخص. يمكن دائما بمخنا أنه الطبيب النفسي خلص رح يعطينا مهدئات، رح يعطينا أدوية، أدوية تماما. صحيح. فنحن كثير بنبتعد عنه، او انه انت شو مجنونه لحتى تروحي عند دكتور، انت مجنونه. فهي ثقافه الطبيب النفسي قد ايه مهم انه هي تماما قد ايه مهم انه هي. هلا ببلاد برا بنشوف انه اذا اثنين حكوا زعلوا من بعض بيروحوا عند دكتور. صحيح. نفسي. فقد ايه مهم انتشارها بالمجتمع وتعريف العالم بسلوكيات يمكن مشان ما تصير بمرحله متفاقمه مع الايام. صحيح. للأمانة يعني نحن فعلا بنواجه هالمشكلة، وهي عم تتحسن شيئا فشيئا، ولكن ببطء نتمناها أكثر طبعا لعدة عوامل،
ولكن الثقافة النفسية مهمة جدا، لأنه للأمانة السلامة النفسية بتطور كل شيء. سلامة نفسية، سلامة جسدية، سلامة نفسية، سلامة جسدية، سلامة مجتمع كامل. تماما. لما يكون في سلامة نفسية، في سلامة أسرية، في مجتمع أسره كلياتها سليمة، وبالتالي مجتمع قوي. نعم. طبعا بالنسبة للمعالج النفسي، يعني نحن بس بحب ميز هالنقطة، يعني في الطبيب النفسي السايكاتريست هو اللي دارس طب وبعدين اختصاص أمراض نفسية، وفي المعالج النفسي وهو مهم جدا اللي دارس ممكن تربية وعلم نفس، وهو نعم. أيضا بفريق العمل مهم جدا بمساعدة الطبيب، لأنه هن فريق بكل الأماكن بالدنيا، هن سايكاتريست وسايكولوجيست، طبيب ومعالج نفسي وسوشيال وركر ونيرسز وعمال اجتماعيين وممرضين. بهالشكل هذا بيتم التعامل بين بعضهم من أجل تقديم أفضل خدمة للمريض. نحن هون منفصلين عن بعضنا، يعني ما منتساعد مع بعضنا، العمل معتمد كله على الطبيب، ما له ما عم ياخذ فرصته المعالج النفسي مع أنه مهم جدا. إن شاء الله بالأيام شاء الله. يعني بنكون مع بعضنا لنأدي أفضل خدمة إن شاء الله ويزيد عدد الأطباء والأخصائيين النفسيين. يعني إن شاء الله بنتمنى هاي الثقافة تنتشر بشكل أكبر ليا، وفعلا أنه كل واحد فينا يعرف أنه هو عادي إذا راح لعند أخصائي نفسي لحتى نتقدم يمكن بكتير مراحل صحيح. بحياتنا. شكرا كتير لك لوجودك معنا لليوم. شكرا لكم.